بيحدد لي النمبر اوف كولز اللي موجودين ناحيه اليمين اللي سجلوا الانستابيليتي. يعني الاشاره كانت بوستر وبعدين قالت لي ادي اول تغيير، وبعدين من نيجاتيف راحت قالت بوستر ثاني ادي ثاني تغيير. يبقى الاشاره اتغيرت كام مره؟ مرتين. يبقى في تو كولز موجودين ناحيه اليمين كانوا السيستم بتاع الانستابيليتي. Thank you.
تعالوا بصوا برضه. هي قلبت من بوستر لنيجاتيف. لا ما دام التغيير مره واحده خلاص. انا بشوف عدد المرات استمرت نيجاتيف وبعدين رجعت تاني. الاستمرار ده برضه في نفس القصه. تعالوا ناخد مثال كمان جوه. ولكن اول ايرمنت بس هو الزيرو، وبعد كده في احد الايرمنتس دي عقليه او
اكتر على امتداد الصف ده. زي المثال بتاعنا ده، المثال بتاعنا ده دلوقتي بيقول لي ايه؟ اسس 5 زائد 3 اسس 4 زائد 2 اس تكعيب زائد 6 اس تربيع زائد 6 اس يعني 9 و 9. طيب القصه اللي انا برتبهم ترتيب تنازلي، اللي انا عامل النزله ده اسس 5 4 3 2 1 0. سيبنا اللي في نص الوقت دي هنشوف عملناها ازاي. نفس القصه برضه هروح حاطط اول صفين انزلهم 1 2 6 بعدين 0 ادي 1 2 0. اخد بعد كده اللي قدام اسس 4 3 6 9 يبقى اسس 80 اهو صفر. طيب تعالى هنفاجئ دلوقتي بحاجه وانا بعمل لك الحسابات عشان احسب الايرنت اللي قدام اس تكعيب عشان احسب بقيه الايرنتس. هبص الاقي 3 في 2 ب 6 ناقص 6 على 3 فكانها بقت 0 كانها 0 على 3 انا كانها بصفر اكتب الصفر اخليها بورد وشوف اللي بعدين الايرنت ده بيساوي ايه؟ 3 في 6 ناقص 1 في 9 مقسوم على اول ايرنت هو 3 هلاقي 2 3 كويس. يعني في ايرنت بعد كده هيكون زيرو، يعني كان الصف ده مش كله زيرو ولكن عندي مشكله اساسيه. يبقى الصف ده الحاله الخاصه بيه ان اول ايرنت زيرو وبعد كده قد يكون موجود عندي ايرنت لو دي ما مش مشكله ولكن اللي انا فوجئت بيه ان اول صف زيرو. طيب هعمل ايه في الاسئله الحاله؟ هعيد كتابة الصف اللي هو قدام قصة تكعيب بهذه الصورة، ازاي يا جماعة؟ هعوض عن مكان الزيرو ده بإيرنت اسمه ايبسلون، والايبسلون دي هتبقى فيري سمول بوستر فاليو، يعني ايبسلون دي اكتب عليها كده من فوق دي اسيوم فيري سمول بوستر فاليو، يعني قيمة موجبة صغيرة جدا. تمام؟ يبقى هعيد كتابة الاس تكعيب اللي ظهر فيها صف في الأول دي، يبقى عندي اس تكعيب قدامها ايبسلون واكتب بقيه الصف في نفس القيم اللي كانت موجوده عليها. فكان بقت عندي اس تكعيب قيمه جديده خالص. ايبسلون 3 0 مع صف جديد. طيب عشان استنى بقيه الايرنس هحسبه بقى من قيمه ايبسلون. عشان اجيب اللي قدام اس تربيع هيبقى عندي ايه؟ خلاص ننسى بقى كلنا انواع الصف ده. هعمل عليه ده عشان ما اتلخبطش. الصف ده كله كما لو كان خلاص مش موجود ده. خلاص عوضت عنه بصف جديد اللي هو اس تكعيب بهذا الشكل. يبقى عشان استخدم اس تكعيب هتبقى عباره عن ايه؟ ايبسلون في 6 ناقص 3 في 3 على ايبسلون. يبقى انا استخدم القيمه الاولانيه دي هتطلع 6 ايبسلون ناقص 9 على ايبسلون. عشان اجيب القيمه دي نفس القصه بالظبط. ايبسلون في اسيب العمود ده يبقى ايبسلون في 9 ناقص 0 في 3 مقسوم على ايبسلون اللي هتطلع كلها تسعه. واعمل نفس الكلام هنا وهكذا استمر نفس الاسلوب. طيب وبعدين اخد العمود الاولاني ده. لما اجي اخد العمود الاولاني وارتبه دايما ناخد العمود وارتبه بحيث ان الايبسلون تظهر بس على العمود ما يبقاش في عندي حاجه مفروضه في بعضها حاجه مش شغاله. عندي واحد ثلاثه ايبسلون دي لو حسبتها تبقى 6 ايبسلون نعم على 9 على ايبسلون ودي هتبقى عباره عن الحسبه دي كلها بعد ما نضرب في ايبسلون فوق وتحت والكلام ده كله هنوصل لهذا الشكل وبعدين نسال. هبتدي اعمل نفس الموضوع بالظبط. ابص على عمود الاولاني ده كده. طيب العمود ده 1 3 ايبسلون وفي عنده كام ايبسلون بعد كده بتظهر. بعمل ايه؟ بجيب الليمت از ايبسلون دي فيري سمول فاليو تنس تو زيرو. بجيب ليمت الكلام ده كله لما الايبسلون تقترب من الصفر. الواحد هيبقى واحد زي ما هو، الثلاثه تبقى ثلاثه. الايبسلون عفارتها مسبقا بايه؟ زي ما قلت لكم اكتبوا عليها فيري سمول بوست فاليو. يبقى الايبسلون هنا فيري سمول بوست فاليو. تمام؟ طيب. هنا انا بجيب الايبسلون لما احب الايبسلون تقترب من الصفر. هيبقى عندي ايه يا جماعه؟ يبقى جايبها دلوقتي. لو هي كلها تقترب من الصفر يبقى 6 ايبسلون. تمام؟ ناقص 9 دي قيمة صغيرة جدا. كده كأنها ناقص 9 على قيمة صغيرة جدا. تمام؟ بوستو ناقص 9 على فيري سمول بوستو فاليو. فهتديني فيري لارج نيجاتيف فاليو. تمام؟ لأن الإبسلون تقترب من سي. طيب. القيمة اللي بعدها لو عوضت عن إبسلون هنا بزيرو وهنا بزيرو هيفضل عندي ناقص 27 على ناقص 9 يعني كأنها 27 على 9.
تساوي كام؟ كوب 9 مثلا زي ما هي. يبقى دلوقتي عندي كان بوستر 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 وبعدين قلب هنا بقى نيجاتيف وبعدين هنا بوستر تاني. يبقى السيستم بتاعي فيها زي الحاله انستيبل والاشاره اتغيرت برضه مرتين يبقى فيها زي الحاله عندي تو كوبس موجودين ناحيه يبقى في الحاله دي بقى اهم حاجه ان انا اخد بالي اول ما الاقي عندي ايلمنت فلتو صفر في اول عمود اكمل لان الحاله اللي هاخدها بعد كده ممكن يكون اللي مصفر كله بكام؟ اصفار ودي ليها طريقه اسلوب تعامل ريالي جاي بقى لكن مجرد ان انا الاقي احد ايلمنت ده يساوي صفر هنا او هنا خلاص مش مشكله خالص كل اللي حصل ان انا هعمل ايه؟ كل اللي حصل ان انا هشيل الصفر ده كله وهحط مكان الصفر اصفر وعمل بقيه القيم دي زي ما هي وبعدين اعمل الصف ده واكمل المساله عادي خالص لحد ما يطلع لي اول عمود اجيب الليبل اس ايبسلون تكس تو زيرو واشوف هل في تغير في الاشاره ولا مفيش تغير في الاشاره واقدر استخدم السيستم اذا كان ستيبل او ان ستيبل وعندي كام بول موجودين ناحيه اليمين واضحه؟ طيب ناخد حاجه كمان يتبدل بصوره اخرى، يتبدل ازاي؟
خلي بالكم اللي احنا عملناه. هجيب بولينوميال من الصف اللي قبليه. يعني ايه هجيب بولينوميال من الصف اللي قبليه؟ يعني الصف اللي قدام الاسم هو كل اسبوع ده ابص على الصف اللي قبله. لو حبيت اكتب الصف اللي قبله في صوره بولينوميال مش هقدر اعتبرها في صوره 3 اس تربيع واسيب اس اس 1 واخد اس اس 0 زي ما بنعمل هنا. يعني كانها 3 اس تربيع زائد 12 في اس في باور 0. يعني كانها 3 اس تربيع زائد 12. خلي بالك بكون بولينوميال من الصف. عشان كده انا عامل سهم هنا ان انا بصيت على اللي قبله ركزت على الصف ده وبعدين بصيت على اللي قبله واستنتجت منه بولينوميال اسمها كي او اس. فالبولينوميال ده تبقى 3 اس تربيع زائد 12 اس اس 0. فجايبها في الحاله دي كي او اس بتساوي 3 اس تربيع زائد 12. البولينوميال اللي جبتها دي افاضلها بالنسبه لاس. لما فاضلها بالنسبه لاس بقى الديفرنشيشن هتبقى ايه؟ هتبقى عباره عن 6 اس زائد 0. ال 6 اس زائد 0 هم دول اللي هحطهم كوفيشنتس في الاس الجديده. يعني هاخد الاس الجديده كده يبقى اول ايرور بتاع عندي 6 وبعد كده هيبقى 0 اهو. يبقى 6 وبعد كده 0 خلاص بقيت الصف صفر. يبقى انا دلوقتي شلت الاس بعد كده بقى في عندي صف جديد خالص. يعني كان الصف ده كده نسيبه اللي هو كله صفار نسيبه خالص وبقى عندي صف تاني مكانه اس اول ايرور فيه 6 والايرور اللي بعده 0. لسه عاوز احسب كمان اس في دفعات 0 فهتبقى عباره عن لو حسبتها تبقى كانها 6 في 12 خلاص ده عملناه ناقص 3 في 0 مقسوم على 6 هتطلع قيمتها 12. ارجع اعمل العمود بتاعي يبقى 1 5 6 4 10 3 6 12. يبقى في الحاله دي لو حسبنا لو بصينا على العمود بتاعنا كله هنا يعني عمود كله ايه؟ كله نفس الفاليوز. يبقى في هذه الحاله السيستم بتاعي ستيبل. يبقى كل يبقى في عندي موجود اي بوينت موجوده ناحيه اليمين؟ لا كل البوينتس بتاعتي موجوده ناحيه الشمال. يعني كان الريال بار بتاع كل البوينتس بتاعتي نيجاتيف. لان احنا بنقول كده لازم تبقى موجوده ناحيه. بس مفيش حالات تانيه يا جماعه نعملها بكده. هي طبعا جرب كل الحالات الرياضيه بس انا عاوز اعرف الطريقه بس. هناخد بريك كده 10 دقايق واكمل معاك. كل الكلام ده هيتطرح من الار عشان يطلع هنا r minus
القصه دي كلها. طيب انا الرسمه بتاعتي اقدر اقول ان الكي مضروبه في هذه السكه اللي هي عباره عن كي. كي مضروبه في السكه دي ادي كي مضروبه في السكه دي مضروبه في كل ترانسفير فانكشن تعملها في السكه. اللي هي عباره عن 1 على استاد 5 وبعد كده تضرب في 1 على استاد 2 وبعد كده تضرب في 1 على استاد عشان تطلع الناحيه الثانيه سي. فهتضرب في 1 على استاد 5 في 1 على استاد 2 تمام؟ في 1 على اس تطلع الناحيه الثانيه سي اللي هي الاول كده. وانا عندي من الرسمه بتاعت السي تساوي اكس 1 على اس تمام؟ يبقى اقدر اشيل اكس 1 واعرف انا بدايه السي. وفي نفس الوقت عندي x2 على s في s 2 بتساوي x1. يبقى اقدر اقول ان x2 بتساوي اشيل x1 من هنا واعوض عنها بدلالتها فوق اللي هي c s. يعني المهم في الاخر خالص بوصل ان x2 على s 2 بتساوي الكلام ده c s في s plus 2. يبقى اقدر المعادله دي كلها احولها الى اقدر اخلص من x1 وال x2 يبقى عندي معادله في الار والسي. خلاص حتى مش كده لحد ما اوصل في الاخر ان انا عندي معادله سي او اس على ار او اس بهذا الشكل. بصل على الارقام بهذا الشكل. المقام بتاعي هو الكاركترستيك ايكويشن اللي انا المفروض بساويها بالصفر واطبق عليها الراو فيرنس في الاخر. فاخدت المقام بتاعي طبعا فضلا خليناها كلها اس تخيل واس تخيل كلهم في الاس لو فكينا دي هنوصل للشكل ده. اس تخيل زائد الكلام ده تمام؟ يبقى عندي اعلى طايره عندي اس تخيل. يبقى عندي اس تكاليف اس تربيع اس اس واحد اس اس برضه هرتبهم راسيا كده اس تكاليف اس تربيع اس اس واحد اس اس. طيب وقدام الاليمنت الاول اللي هي اس تكاليف اخد ده وده وبعدين اسوي يبقى واحد و10 10 زائد 3 على 5 كيلو. اللي بعد كده اس تربيع اخد ده وكيلو. هيبقى عندي هنا 7 زائد 5 كيلو وكيلو. عشان اسدد الهيلم اللي بعد كده عباره عن ده في ده ناقص واحد في الكي مقسوم على الكلام ده يديني الهيلم الاول. عشان اجيب الهيلم اللي بعد كده يبقى كل القيمه دي مضروبه في كي ناقص الكلام ده مضروب في صفر الكي دي في دي مقسوم على دي فهترجع عندي كي مربوط. هحاول اشوف ايه هي العناصر اللي بتخليني هذا المضروب اشاره تتغير. انا عندي اول هيلم هنا واحد موجب يبقى انا من مصلحتي علشان السيستم يبقى ستيبل ان يعني 7 زائد 5 كي تكون موجب يعني تكون اكبر من الصفر ودي لازم تكون اكبر من الصفر وبالتالي برضه لازم يكون كي اكبر من الصفر. وعندي ثلاث كونديشنز. خدت واحده اول حاجه قلت 7 زائد 5 كي اكبر من 0 يبقى في هذه الحاله هتوصل لي ان كي اكبر من ناقص 35. يبقى لو عندي خط ريال تايم ريال نمبرز كده يبقى من ناقص 35 ما خدهاش اعتباري وكل قيمه اكبر منها بعد كده من ناقص 35 الى انفينيتي او تقترب من انفينيتي يبقى دي هتخليني هتحقق لي ان اول معادله بتاعتي هتكون موجبه، يعني هتخلي هذا الاليمنت موجب. يبقى انا كده شغال في ان انا احاول اوصل للسبيل بتاعي. نفس الحكايه برضه بالنسبه للاليمنت الثاني، برضه لما نفكرها كده هيبقى عندي معادله، المعادله دي لازم تكون اكبر من زيرو. مش مهم حاجه دي دلوقتي لان اللي بعديها هتحدد لنا النور كلها. هنيجي اللي بعديها لازم يكون عندي كي اكبر من صفر. طيب كي اكبر من ناقص 35 وكي اكبر من صفر. يبقى ايه المنطقه اللي هي التقاطع بينهم؟ اللي هي كي لازم تكون اكبر من الصفر. كي اكبر من الصفر لو جيت عرضت عنها في المعادله دي لو كي اكبر من الصفر مش هيبقى كل المعادله الثانيه اللي هي رقم 2 اللي هو اكبر من الصفر. يبقى الحاله اللي هي بتحقق لي الثلاثه كونديشنز الموست جنرال ان كي لازم تكون اكبر من الصفر. يبقى عشان السيستم ده يبقى الصفر لازم كي تكون اكبر من الصفر. وهو بيني وبينك لو كي بتساوي صفر مثلا هيحصل ايه؟ مفيش سيستم بقى خالص مع سي على علاقه بكام؟ فهي كي لازم تكون اكبر من الصفر ومش هتبقى نيجاتيف برضه. يبقى ده بس مجرد مثال يا جماعه نقدر نعرف لو انا بعمل ده كنترولر اي نوع من انواع الكنترولر هنا يعني. ازاي اتحكم في البارامترز بتاعه بحيث يكون تاثيره على الترانسفير فانكشن الكليه يضمن لي القصه بتاعت الراوتر دي. فاقدر اختار القيم المناسبه بتاعت الكنترولر بتاعي ايا كانت طبيعته امبليفاير فلترز مش عارف ايه امبليفاير فلتر اي نوع من انواع الكنترولر ازاي اقدر اتحكم في البارامترز بحيث ان انا اضمن ان الترانسفير فانكشن الكليه المقام بتاعها يحقق لي الراي فيرنس وبالتالي يكون السيستم بتاعي استمر. تعالوا بقى نوصل في نقطه صغيره كده نجهز نفسنا للمحاضره اللي جايه. كده مش هنتكلم عن استابيليتي تاني من وجهه نظر الراي فيرنس.
بس تعالوا نتكلم في حاجه ثانيه، نجهز الشغل عليه المره الجايه. بس الشكل ده اللي هو السكند اوردر سيستم
معايا دي مش عاوز اقول لكم حافظها، حافظ شكل الترانسفير فانكشن بتاعت السكند اوردر، يعني دي بتحل له مشاكل كتيره جدا وتقدر تحدد له السيستم ابروكسيميتلي بيتصرف ازاي. فالناس دي كلنا عارفينها دي. اللي ريتشو ستاندرد فيلم هنعرف بقى بعد كده ايه 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 الكلام ده كله بالتفصيل. الريتشو ريس بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ تركيع على اس تركيع زي الاثنين زي اوميجا ان اس زي الاوميجا ان دي. ماشي؟ يبقى الستاندرد فيلم ده لازم نكون عارفينه، الشكل ده لازم نكون عارفينه. ليه لازم نكون عارفينه؟ عشان بعد كده هنقدر نوصف السيستم بالبارامترز دي. ايه هي الزيتا دي؟ يعني ايه زيتا؟ معناها ايه؟ يعني ايه اوميجا ان؟ الكوفيشنز اللي بتحصل عندي. بص بقى احنا لو قارنا دي بدي هنبص نلاقي ان اوميجا تربيع زي الدلتا تربيع عباره عن ايه؟ عن اوميجا ان تربيع. الحاجه اللي مطلوبه في اس هنا هي عباره عن 2 زيتا اوميجا ان. يبقى 2 زيتا اوميجا ان هي بتعبر لي عن 2 دلتا. يعني كان هذه البارتنرز اللي هي زيتا واوميجا ان اللي بيتحكم فيها في واقع الامر ايه؟ مش المواقع بتاعت الكوتس، مش الدلتا والاوميجا دي هي اللي عبرت لي عن الدلتا والاوميجا دي. الدلتا والاوميجا مش هي اللي عبرت لي عن مواقع الكون لما هتحرك كده اكبر تبقى دلتا تي. يبقى كان مواقع الكوتس دي هي اللي بتتحكم لي في ما يعرف اللي هنعرفه المره الجايه. حاجه اسمها اوميجا ان وحاجه اسمها زيتا. الاوميجا ان والزيتا دول هم اللي هيحددوا لي التصرف في السيستم ازاي. الاوميجا ان بنسميها الناتشرال فريكونسي. اوكي؟ ما حدش يكتب كده غير الله مره جايه. الناتشرال فريكونسي. الزيتا دي بسميها التايم ريجوليشن. اي سيستم في الدنيا بيحصل له اوسيليشن وبعدين يوصل لحاله ستريس. حياتنا كلها كده على فكره. بص لها حياتنا سبحان الله كلها كده. حاجه تتغير وبعدين توصل لمرحله معينه تفضل ستيبل لفتره معينه. طيب سرعه التغيير ده وشكل الكوفر شوت وشكل الكلام ده كله عشان يحصل اوسيليشن كده قبل ما اوصل لستيبل ستيب اللي بيتحكم فيه هو مواقع البولز دي بتاعت الرياضيه. مواقع البولز اللي هي في واقع الامر بتعبر لي عن الزيتا والاوميجا. اوكي؟ نقف على كده طبعا.